الزملاء الأعزاء، دي لحظة خاصة جدا بالنسبة لي طبعا، إن برحب بفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية. And it's a very great privilege for me to, of course, to welcome here in the Library of Alexandria Sheikh Ali Gumaa, the Mufti of Egypt, the Grand Mufti of Egypt. And it is also an exceptional pleasure to have with us a friend of long standing, a man of enormous and profound commitment to the issues of interfaith dialogue and understanding, and that is Dr. William Bendley, the president of the World Council for Religions for Peace. And I have the privilege to be associated with that organization as well as one of its honorary presidents. Today, you know, we have talked so far about a lot of things that involved governments, that involved individuals, and that involved projects. And we talked about education, science, and culture. And we had an interfaith dialogue that was exceptionally well moderated by my friend Kathy Marshall. But it is an exceptional opportunity to listen to real leaders who will share their thoughts about how Islam as a religion, as a culture, as a faith, as a system of thought and belief, as it impacts on 1,400 million people in the world, reaches out and sees others, and also to hear from Bill Bendley on his views about what should be done. So I propose that we should hear from His Excellency the Mufti first, and then after that we will hear from Dr. Bendley, and then we'll have a chance for each of them to comment again on what they heard, and then we will take a few questions, very few because we're very tight on time, before we wrap up this session and move on to the closing session of our proceedings. So with that, let me ask you all to join me in welcoming Sheikh Ali Gumaa, the Mufti of Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي العزيز الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الحضاري العظيم الذي ينمو يوما بعد يوم ويثبت أقدامه للمشاركة العالمية في الحضارة الإنسانية، لتعود الإسكندرية إلى سابق عهدها الأول منارة من منارات الثقافة والحضارة والإنسانية. أشكره على دعوته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر الكريم، والذي يعقد بمناسبة مرور عام على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأحيي أخي وصديقي دكتور ويليام، ومرحبا بك مشاركا معنا في هذا اللقاء. شكرا لحضوركم، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. أدعو الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يبارك جهود القائمين والمنظمين لهذه المجهودات التي تعد خطوة طيبة لتعزيز ثقافة التسامح وترسيخ قيم الخير والسلام، وأن نخلص
قد شرفنا على نهاية المؤتمر إلى اقتراحات جديدة وعملية. هذا المؤتمر يعد شاهدا آخر على التعزيز المتواصل للدور الذي تطلع به هذه المؤسسة الكبيرة مكتبة الإسكندرية، فمنذ إنشائها في أكتوبر عام 2002 وهي تقوم بذلك التبادل متعدد الثقافات والاعتماد على الحوار في البحث عن المشترك الثقافي والإنساني، وهو الأمر الذي نسعى إليه جميعا من أجل عالم أكثر سلاما وأكثر تسامحا وأكثر تطورا. في هذا الشهر تمر علينا الذكرى الأولى للخطاب الذي وجهه الرئيس باراك أوباما من القاهرة، والذي سعى من خلاله لبدء عهد جديد من العلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين في أرجاء الدنيا، عهد مبني على المصلحة المشتركة وعلى الاحترام المتبادل وعلى حقيقة أن أمريكا والإسلام لا يتعارضان ولا داعي للتنافس فيما بينهما حيث لا تنافس، بل لهما وينبغي أن يكون كذلك قواسم مشتركة يتلاقيان عندها كمبادئ العدالة والتقدم والتسامح وكرامة بني البشر جميعا. لقد رحبت بالرئيس الأمريكي قبل زيارتي إلى مصر العام الماضي في جريدة الأهرام الصادرة في 1/6/2009، وأثنيت على خطابه الذي ألقاه للعالم الإسلامي حيث كنت أحد الحاضرين، وقلت آنذاك في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 8/6 إن الجميع يترقبون البداية العملية لهذا التعاون وهذه الشراكة التي تحدث عنها الرئيس أوباما في بناء الحضارة الإنسانية بصورة أكثر توازنا واعتدالا، بيد أنه وبعد مرور عام أدرك الجميع أن ترجمة الوعود إلى واقع يعد أمرا صعب المنال. وإذا كنا قد ثمنا جهود أوباما الحثيثة في تغيير خطاب بلاده فيما يتعلق بسياستها الخارجية نحو العالم الإسلامي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الناس يتوقعون منه شيئا أكبر من مجرد البيانات. تسمحوا لي لو توجهت إلى الترجمة، هل الترجمة مناسبة أو أني لابد علي أن أبطئ شيئا فشيئا كذلك؟ طيب، يبدو أني أسرع من المترجم. لعل من المفيد أن نستدعي الروح الجديدة التي صاحبت خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة العام الماضي، نتدارس سويا كيفية الدفع بتلك النوايا الحسنة والأمنيات الطيبة إلى الأمام، نترجمها إلى برامج عملية تهدف إلى تجاوز مفهوم الحوار إلى مفهوم المشاركة. نحن نشتغل في الحوار منذ أكثر من 30 عاما الآن في كافة أركان الأرض، وكان الحوار له مفاهيم كثيرة مختلفة عند البشر إلى أن تبلور إلى حد الشراكة. من هذا المنطلق أريد أن أؤكد على جملة من الحقائق التي تمثل معالم في الطريق، في طريق هذه الشراكة البناءة بين العالم الإسلامي من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. إن الإسلام الذي تعلمناه وتربينا عليه دين يدعو إلى السلام والرحمة، وأول حديث نبوي يتعلمه طلبة العلم في الأكاديميات الإسلامية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بداية الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم
من في السماء. هذا الحديث يسمى عندنا بحديث الأولية، لأنه أول حديث يجب على الأستاذ أن يعلمه أبناءه وطلبته، يدخلون بعد ذلك إلى الدين كله من هذا الحديث، كما أنهم يدخلون إلى القرآن الكريم من أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك بعد ذلك أي كلام عن أن الرحمة هي أساس هذا الدين. فهمنا من الإسلام من قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وليس لتناحروا لتقاتلوا لتتحاربوا أبدا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعندما قال الله لتعارفوا لم يكن مراده أن يقتل بعضنا بعضا ولا أن يقتل الأبرياء، إنما أمرنا بالتعاون، وقال في آية أخرى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معظم المسلمين عبر التاريخ الإسلامي الطويل، وقد بلغوا الآن نحو 1.5 مليار، انخرطوا في تنمية مجتمعاتهم وبناء الحضارة الإنسانية. أوضح ذلك القرآن في منتهى البساطة فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة. القرآن وهو يدعونا إلى العمارة وإلى العبادة يدعونا أيضا إلى تزكية النفس ونفس ومزكاه. القرآن 6236 آية، منها 300 آية تتعلق بالقانون الإسلامي بالتشريع كله من أوله إلى آخره، 300 آية، 300 على 6000 يعني 2/60، 1/30 يعني 3%، بقية الدين 97% بيدعو إلى الأخلاق المرتبطة بالرؤية الكلية اللي بنسميها العقيدة. الأحاديث النبوية كل ما يتعلق بالشريعة من أوله إلى آخره 2000 حديث، عدد الأحاديث الواردة تحت أيدينا 60,000 حديث، برضو 2/60، 1/30 يعني 3%، وبقية السنة كلها تدعونا إلى الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إننا نرى أنفسنا كمسلمين أناسا استوعبوا تعددية الحضارات عبر التاريخ، استوعبنا حضارات فارس والهند والصين واليونان لم نصطدم معها، ضممناها لحياتنا الثقافية والفكرية، أفدنا منها جميعا كما أضفنا إليها. فالإسلام والمسلمون قادرون على أن يعيشوا في كل العصور ومع كل الحضارات حقيقة تاريخية واقعية لا ينكرها أي ناظر عبر التاريخ. وهذا ما أكده التاريخ وأكدته المصادر الإسلامية القرآن والسنة على جميع المستويات. وتضع الحضارة الإسلامية الناس والعباد فوق أماكن العباد، حتى قالوا الساجد قبل المساجد، وقالوا الإنسان قبل البنيان. هذا كلام المسلمين،
أن الساجد قبل المساجد، لأن المسلم يستطيع أن يصلي في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك لم يهتموا ببناء الكنائس وتفخيمها وتعظيمها، ولكن اهتموا ببناء الإنسان. إننا فخورون بحضارتنا، لكننا لا نتنكر للحضارة الأخرى ولا ننكرها، بل نقبلها ونستوعبها. فكل من يعمل من البشر على التنمية البناءة في العالم نحن شركاء له وهو شريك لنا. ويلزم من هذا التحاور الوسطية الإسلامية، ويجب أن نعتمد الوسطية الإسلامية مرجعا للتفاهم بين العالم الإسلامي والآخر من أجل غد أكثر إشراق. لقد أمست الحاجة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة أشد إلحاحا في ضوء تلك المشكلات التي عكرت صفو العلاقات بين الشعوب والمجتمعات. لا يمكن أن نترك الأمر على ما هو عليه من غير تحاور وتفهم واستماع ومحاولة البحث عن المشترك، لأن العواقب ستكون وخيمة وضد مصلحة جميع البشر. الحوار ينطلق أساسا من الاعتراف بالهويات والخصوصيات وتجنب المغالاة في الاعتزاز بالهوية والخصائص. نحن لا نتعصب، وإنما نحن نحافظ من غير تعصب على الهوية والخصوصية، ونعترف أيضا بخصوصيات الآخرين وهويتهم. الحوار مبني على التعددية الدينية والتنوع الثقافي. ليس غاية الحوار إفحام الآخر وقهره وإقناعه وتحويله إلى رأي، إنما هو محاولة لفهمه للتعرف عليه. فالقرآن يؤكد على أن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعلهم مختلفين دينيا وعرقيا وثقافيا، وإلا لما كان خلقهم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو من التنوع، فالله هو الذي خلقنا بهذا التنوع. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، لمن يكون عالم وليس جاهلا. إن عالمنا يتغير بسرعة فاقت كل متوقع، سرعة أصبحت سرعة رهيبة. فقد صرنا أكثر قربا من خلال السفر والهجرة والتجارة والاتصالات والتقنيات الحديثة، ولكننا مع هذا القرب أصبحنا أيضا متشرذمين من وجوه أخرى. إن الدول لم تعد في اتصال دائم فحسب، وإنما صارت هذه الدول مجمعا للعديد من الثقافات والاختلافات. هذه الظاهرة قد يراها بعضهم مدعاة للاحتفاء والفرح، وربما رآها بعضهم الآخر أمرا مربكا محيرا. وهذا إنما يؤكد على الحاجة إلى مساحة أوسع من التعاون بيننا جميعا، وإلى تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل. ليس هذا أمرا طرفيا، لكنه أصبح ضرورة وحتمية. أعني حاجتنا إلى تحقيق السلام والعدل بمعناهما الشامل. إن بإمكان الحوار البناء إزالة التوتر وتهدئة الأوضاع، وبإمكانه تعزيز التصالح بين الصراع وتقديم أصوات معتدلة إلى
طاولات الحوار بين أطراف متعددة، إن الحوار البناء قوة تعين على منع الصراعات وإدارتها وحلها، كما تأخذنا نحو التعايش السلمي، ذلك الأمل الذي يصبو إليه الجميع في الحقيقة، بيد أن هذه الغاية تستلزم جهدا كبيرا على عدة مستويات. فهناك حاجة إلى حماية التنوع الثقافي، ولا بد من أن يكون التعليم في صدارة الاهتمامات لما له من تأثير بالغ. فعلينا أن نعزز الأنظمة التعليمية حتى يستفيد الشباب من التنوع الثقافي وقبول الآخر، وعلينا أن نشكل شبكة كبيرة حتى تكون الحلول محصلة الجهود المتضافرة لكل من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والقيادات حتى الصغيرة منها وغير ذلك. أود أن أؤكد على ضرورة العمل على التعاون مع المؤسسات الإعلامية لضمان قيامها بتهيئة جو من الاحترام والتسامح لصالح حرية التنوع الديني والثقافي، والترويج له بما يساعد على إيجاد ثقافة سائدة تخدم قضايانا المشتركة. أدعو المشاركين في هذا المؤتمر إلى الإفادة من هذه التجارب وإلى تبادل الدروس التي تعلموها، فالحوار بين الثقافات أداة مهمة في بناء مستقبل مشرق. قضية أخرى لا بد أن أتعرض لها شغلت الساحة الثقافية بقصد أو بغير قصد، وهي مسألة قضية المرأة. في حين أن الأمة الإسلامية لم تعرف في تاريخها ما يسمى بقضية المرأة، لا من الناحية خصائصها ووظائفها التي أقامها الله تعالى فيها، ولا من ناحية علاقتها بالرجل في أنهما معا أساس قيام الأسرة الصالحة ونواة بناء المجتمع الرشيد، ولا من ناحية حقها في إبداء الرأي في شؤون الأمة أو المشاركة الاجتماعية والسياسية فيها. هذا ما أكدته النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وشهد به واقع المسلمين عبر التاريخ، سواء في أوج مجد الأمة أم في زمن ضعفها، بصرف النظر عن بعض وقائع الأعيان التي لا يخلو منها زمان أو مكان، أو التي فرضتها بعض العادات والتقاليد غير السديدة في المجتمعات الإسلامية. شأنها في ذلك شأن ما يحدث في من تجاوزات في أي مجتمع في عصرنا الحاضر. إنما كانت المرأة في الإسلام لم تقتصر على كونها أول مؤمنة السيدة خديجة، أول شهيدة السيدة سمية، أول مهاجرة السيدة رقية مع زوجها سيدنا عثمان بن عفان. تعددت مكانتها ذلك عبر العصور، فحكمت المرأة وتولت القضاء وجاهدت وعلمت وأفتت وباشرت الحسبة وشاركت بالرأي وساهمت في بناء المجتمع وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين. عندما أردت أن أؤلف كتابا حول هذه المعاني، وكنت أظن أن واحدة أو اثنتين تولت القضاء ثمل وشغب، وجدت أن هناك أكثر من 70-90 امرأة تولت الرئاسة وتولت القضاء وتولت الوزارة وتولت الحسبة وتولت، وذكرتهم كلهن بالمراجع في كتاب صغير هكذا. هذا ما تؤكده الفتاوى الصادر عن دار الإفتاء المصرية في حق المرأة في الكرامة والتعليم والعمل وتولي المناصب السياسية وإدانة العنف بكافة أشكاله في معاملتها. كنا قبل أن ترد إلينا هذه اللفظة نعيش هكذا. ابن حجر العسقلاني من القرن التاسع كان له أكثر من 50 أستاذة ذكرهم في مشيخته،
تلميذه السخاوي كان له أكثر من 50 أستاذة أخرى ذكرهم في مشيخته، وأنا للأسف ليس لي أي أستاذ. فيبدو أننا في تدهور وليس في تقدم في قضية المرأة إن صح التعبير. بس اللي بدأ التسقيف الستات. نحن نريد فتح قنوات دائمة للحوار المتواصل العلمي والثقافي والاقتصادي والتكنولوجي بيننا وبين الولايات المتحدة والعالم كله، ولا يتم هذا إلا من خلال بيئة محيطة تحترم الشرعية الدولية والخصوصيات الدينية والسياقات الثقافية للشعوب. فعلى سبيل المثال يجب أن تكون السياسات الإصلاحية نابعة لا تابعة كما يقولون في العربية، نابعة لا تابعة، أي أن من أجل أن تدوم ويكون لها الأثر الفعال في أرض الواقع لا بد أن تنبع من واقع مجتمعها وإطاره الثقافي وقناعات أهله، وبدون ذلك فإن سياسات الإصلاح لا تدوم ولا تكون مؤثرة تأثيرا حقيقيا. أمامنا أيضا قضية المرجعية العالمية للمسلمين، أمر في غاية الأهمية أن يكون للمسلمين مرجعية عالمية. عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي ولديها مجمع فقهي كبير، وهو مؤسسة عالمية إسلامية يمكن أن تقوم بذلك الدور، خاصة إذا ما تلقت المساعدة والمعاونة من مؤسسات عالمية كالأزهر الشريف في مصر ومجمع البحوث الإسلامية، وهو من أقدم المجامع العلمية في العالم الإسلامي. وأشار الرئيس أوباما في خطابه العام الماضي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وإلى التعاون معها، وقام الرئيس الأمريكي فعلا بتعيين مبعوث خاص لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأنا التقيت هذا المبعوث، وهذه خطوة جيدة من أجل خطوات عملية يمكن أن نتخذها في هذا المجال. إن مرجعية المسلمين العالمية اجتمعت على نبذ العنف. المؤتمرات التي تمت في مكة وشرم الشيخ وعمان وماليزيا كلهم كل العلماء أجمعوا على نبذ العنف. نريد أيضا تنشيط البحث العلمي. أشار الرئيس أوباما في خطابه إلى أن المجتمعات الإسلامية منذ قديم الزمان أثبتت أنها تستطيع أن تتبوأ مركز الطليعة في الابتكار والتعليم، وبين أنه لا يمكن لأي استراتيجية للتنمية أن تعتمد على الثروة فقط، وأن التعليم والابتكار والبحث العلمي هي أركان هذه العملية، إلا أنه يجب أيضا أن تكون من الجهتين، من العالم الإسلامي إلى الولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة إلى العالم الإسلامي، فإن لدينا ما تحتاج إليه البشرية وتفصيل ذلك يطول، ولكن أنا أضع نقاطا حتى تثير فكرا. بدأنا في مصر في دفع العامل المدني لا من أجل الخير وفعل الخير فقط، بل أيضا من أجل التنمية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي وشؤون الحياة من فنون ومن رياضة إلى آخره. يجب أيضا أن تكون السياسة الخارجية المتزنة أساسا لتحسين العلاقات، فبالنسبة للعالم الإسلامي وخاصة عند علماء الدين من الضروري سيادة القانون في أوقات النزاع،
ولا بد من وجود جهد منسق من كلا الجانبين لاحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. إننا جميعا مدركون أن إقامة السلام العادل والشامل في فلسطين سوف يكون له أبلغ الأثر في العلاقات بين الثقافات والأديان، والأكثر من هذا أن السلام العادل حتمي لنجاح أي مبادرة تسعى لتحقيق التقارب بين أمريكا والعالمين العربي والإسلامي. هذا الكلام هو الأساس الذي كلما نسيناه رجعنا مرة أخرى إلى الفتن والمحن والإحن والدوامة التي لا تنتهي. فهل هذا لصالح البشر؟ هل هذا لصالح الإنسانية؟ لست في شك من أن مسؤولية تحسين العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة تقع على كاهل الجانبين، وأشعر أن هذا ليس أمرا ممكنا فحسب، ولكنه الطريقة الوحيدة التي تمكننا وتمكننا من بناء عالم أكثر إشراكا وازدهارا لأطفالنا وأحفادنا. بالتعاون والاحترام لا شيء يستحيل على الإنسان. شكرا لكم. شكرا فضيلة الشيخ علي جمعة. Thank you very much, Sheikh Ali Gomaa, for these very thoughtful words and these words of emphasis on openness, nonviolence, intercultural openness, learning from each other, and assertion of principles and values. And now it gives me great pleasure to welcome my good friend, Dr. William Vindley, to speak. Microphone is yours. Good afternoon, and thank you, Mr. Moderator. What a pleasure it is to be back in this library, this historic, open, dynamic center for our collective humanity. If I can, just for a moment, Dr. Sarah Geldin, your commitment to the eros of our human spirit is really matched by your commitment to the common good and the commitment of a moral order for our collective living. So we are grateful for this. We're glad to be here. On two occasions, I'm so pleased to say that the organization that I serve, Religions for Peace, was hosted here in this library as religious leaders here in the Middle East began to think together about the ways they could build for themselves a mechanism of multi-religious cooperation for peace. And the venue of the library was chosen precisely because of its commitment to the common good in a completely nonpartisan and finally non-sectarian way, so that we could all feel at home here in this space. Your Eminence, Sheikh Ali Gomaa, you are an extraordinary representative of the great tradition of Islam. You're also really a global leader of interreligious dialogue and action, and I'm personally so honored to be with you, and I thank you for your very deep remarks. Can we make a new start? I'm going to organize my own remarks in three sections. And first of all, I'm going to suggest that there are questions, three questions, that underlie this very profound question of a new start. And then I'm going to do something that I don't usually get to do, and I'm going to punish you a little bit. We're in a library here, and so I'm going to raise how these three questions ultimately relate to ultimacy.
how they seize all of us, how they seize scientists and all of us of diverse cultures, diverse religions, diverse beliefs. And then third, I'll come back to much more concrete remarks on the actual fact and possibility, the tremendous need for the world's religious communities to cooperate together. So will we make a new start? And I think the way the conference poses this is, will we use science, culture, and religion, and education to make that new start? This is important for the Arab world, Islam, which of course also has Christianity here and has had Judaism all across this land, and it's true for the West, which has multiple religions, but it's true really for our world. The answer to this question about a new start is, in the final analysis, concrete. It will lie in a series of concrete choices, the choices that we make to heal our pasts, to acknowledge what we share, to cultivate shared experience, to nurture fellow feeling, to place common problems before us, to promote intellectual cooperation and sharing, and in the final analysis, to work together for the common good. But I'm suggesting, and this is the first part of my remarks, that there are three questions that lie behind this large question, can we make a new start? The questions I propose are radical. They go to the heart of what it means to be a human being. They go to exactly who we are. Will we learn together? Will we value together? Will we act together? These are questions that the library very properly houses for us. Will we learn together? Will we succumb to the maiming of our spirits by accepting obscurantism that thwarts the human spirit's ceaseless flow of questions? Or will we open together to the thrall of wonder, the ceaseless flow of new questions, the disciplined demands of inquiry, the sober yet heady labor of intellectual discovery? It begins for all of us in our childhood, but its origins are deeper. For each of us is the heir of the collective labors of our civilizations, and we'll honor these today if we nurture who exactly we are: emergent, ecstatic, intelligent, fueled by the known, yet seized, driven by the unknown. Second, will we value together? Will we base personal choice on narrow, individual, narcissistic egoism, pitting others against my own selfish interest, my selfish gain? Or will we find the courage to trust that my own personal good is sustained by our common good? Will group bias be allowed to distort, mutilate, disfigure the flows of goods and services that we need for our shared flourishing? Or can we entertain with sympathy each other's story, each other's past, their narrative? Can we nurture fellow feeling? Can we foster common experience, collective valuing, shared judgments of value as the basis of working together? Can we nurture a consensus on what is good, build a hierarchy of values that places having at the service of being? Third, can we act together? Will our histories of injury and abuse and misunderstanding trap us in hostile camps? Will we surrender to the manipulations of our conflicts, our contradictions, our controversies? We surrender those to those who would sensationalize them to set us against one another for their cynical short-term benefits? Will we work at cross purposes,
squander our time, our talent, our treasure in building more bloated defense systems with ever diminishing returns? Or will we invest in common courses of action designed to advance our genuine interrelatedness? I think these are foundational questions. They lie behind all of our cultures. They lie behind our religions themselves. And they are really the root questions of the human spirit, and finally, the question of the new start. Now, I warned you, I'm going to do the second part, which is the three questions and ultimacy. I almost never get a chance to speak in a library like this. This library was a library of the Greeks, who gave to Islam a brilliant discovery of mind and that allowed Islam to organize its own profound experience of the Holy Revelation with all ranges of human living. Our Islamic friends passed that on to the Christians, who then used that same thought to organize themselves. So I feel that I have the license to raise these kinds of questions. The question of learning, let me pose it as it becomes a radical question for us. The possibility of inquiry, so we think of ourselves as children and as where we are now, lies in intelligence, in the drive to know what, why, how, the ability to reach intellectually satisfying answers. But why, here's the question that builds, but why should the answers that satisfy intelligence yield anything more than subjective satisfaction? Why should they be presupposed to have relevance to the universe? The sciences assume that they do, otherwise they wouldn't continue to prosecute science. And we live by their fruits. So implicitly, we grant that the universe is intelligible. And once that is granted, there arises the basic question as to whether the universe could be intelligible without an intelligible ground. But that is the question of God. It arises within the intellectual performance of the scientist, even if the scientific method isn't equipped to answer that question. The question nevertheless lies there. Again, to the question of our valuing together, we ask whether some X, some course of action, is really worthwhile. But does worthwhile have any ultimate meaning? Is moral enterprise consonant with this world? Is the universe on our side, or are we just gamblers? And if we are gamblers, are we not perhaps fools? Does there or does there not exist a transcendent, intelligent ground of the universe that is good? Again, this rises directly out of our questioning. I'm talking about questions, not answers. Again, there arises the question of ultimacy. For many, the word can be used, the question of God. So too with our acting together based on shared values. Is the universe or are we the primary instance of moral action? Are cosmogenesis, biological evolution, historical process cognate to us as moral beings, or are they indifferent and alien to us? These are questions of ultimacy, and they arise basically out of our human spirit. They lie behind, they're found within our religions. They drive our cultures. They propel science. They are the questions that education itself unfolds. I couldn't resist in this library raising these questions. These questions are as pertinent today, are as essential for our well-being, and it is the obscuring or truncating of these questions which leaves us all impoverished and ill-equipped, whether we're religiously persuaded or not, to be able to forge the kind of collaboration that we need today. I turn to my third section, and I thank you to let me indulge myself in those more reflective questions. As I said, I don't usually get to do that. And it's the questions of cooperation among religions. This is a profoundly practical question,
Your Eminence Sheikh Ali Goma, you offered with such clarity the ground and basis for the wise collaboration among the religions, and you set out the resources that Islam, some of the resources that Islam is so rich with in this collaboration. I'd like to share that there is a revolution that is sweeping our world today in the area of multi-religious cooperation. Some of the revolutionaries are here in this room, and I may single a few of them out, actually. Let me illustrate it. The revolution I have in mind is that today the world's religions are becoming, and it's a strange phrase, are becoming bilingual. Sheikh Ali Goma, you behind your comments was not only the revelation holy to Muslims, but all of the learned reflections, all of the unfoldings of what it means to be a Muslim, the rich, what I'll call primary language of Islam as it has been able to converse with itself across time. But today, we talk not simply Muslims to Muslims, or Christians to Christians, or Hindus to Hindus, or Jews to Jews. We talk with each other. So today we are learning to be bilingual, to have a second language. It's not the abandonment of our primary language. It's a language of shared moral care. I refer here to the Grand Mufti of Bosnia-Herzegovina, Dr. Mustafa Seric, who's sitting here. In 1996, after an extraordinarily painful conflict in which there was genocide in Bosnia-Herzegovina, Dr. Seric, you and your colleagues in the Roman Catholic Church, in the Orthodox Church, in the Jewish community, and I had the privilege to be with you, you stood before your nation, you stood before 40 ambassadors, the television cameras were there, and you did so, and you stood together, and you laid out before your peoples a single vision for common living in Bosnia. And you did that, and you didn't do it in the primary language of Islam, although what you said was resonant with it. You didn't, the cardinal and the Orthodox patriarch or Orthodox metropolitan didn't do it using the gospel, and the Jewish gentleman, Jakob Finzi, didn't use it. Instead, you stood together in a common public language resourced by your respective faiths. It's this prospect of our being able to honor our own particular religious heritage and at the same time transpose it into a public expression of care that allows the kind of alliance that you, Dr. Seric, helped to lead in your country. When you did that, you put at the center of your table common problems, you worked across traditions to heal the pain, you mounted projects to build relief, you worked to change the law in your own country, you used the media and went before the peoples of your state, you sponsored contests in schools, My Bosnia, inviting every child to reflect on what they could imagine their country to become, and then you reached out to the religious leaders in Kosovo, and my colleague from Kosovo is here, as those religious communities began to suffer. All of that work was possible by an extraordinary compact to be able to become bilingual together and to be able to discern deeply held and widely shared values. Another, I could give you, fortunately, the examples grow and they grow. I'll give you one or two very quick additional examples. Again, going back into the previous decade, Muslims and Christians in Sierra Leone, racked by 10 years of civil war, refused the efforts to divide them by religion, locked arms in solidarity in the most principled ways imaginable, worked together to do what governments at that moment could not do.
even though we all want governments and want them to be the best that they can be. We are building, if you will, through places all around the world, a new legacy of collaboration among our religious communities, where sincere, faithful men and women of faith are honoring their faith by working in partnership and collaboration with each other. One more quick example before I move to some more general points. In Uganda, I just came last night from Africa, where the African Council of Religious Leaders, Religions for Peace, just concluded an arrangement to work with the African Union. But in Africa, in 2002, for a very tiny little bit of resource, the Interreligious Council of Uganda was formed. That beautiful country is ravaged by the scourge of HIV/AIDS pandemic. And the most vulnerable to that scourge are children, beautiful Islamic children, beautiful Christian children. Today, the Interreligious Council of Uganda, meaning literally the mosques and the churches, and in this case also the Hindu temples of that country, are working together and are the front lines of assisting those children. And every mosque welcomes any child, if it's a Christian child or if it's a child of another faith. And that's true of every religious center. So we are building all around the world the extraordinary legacy, and it's a new legacy for us, of religious communities remaining faithful to their own heritages and at the same time locking arms in solidarity in common action. Religious communities, religious heritages, attentive to those three large questions that I raised, are not simply content to carry buckets of water to put out fires. That work will always be with us, and it's noble work, and it must be done. But religions are extraordinary in the raising of the questions that I mentioned. They proffer for us visions of how we ought to live together. We are greeted by salam, assalamu alaikum, and the word peace in each of the religions connotes a comprehensive way of living together. So it is that 2 years ago, and some in this room were present, 800 religious leaders decided that they would try to honor their own respective traditions by trying to articulate in that second language, that public language, the way we ought to live together. There were political leaders among them, and so they chose a turn of phrase, a concept that is more common in the political world than it is among the religious communities. They spoke about the need for us as religious communities to work together to forge a new notion of shared security, the possibility of working and living together in which our interdependence, our reciprocity, is at the center of how we would understand we should organize ourselves. In the political world, our backgrounds have been shaped by the notion of state security. That has an enduring value, but it was recognized as being too small. People become abused within states, and so governments indeed, and the UN in particular, advanced a notion of human security to acknowledge the full integrity of persons within states, wherever they lie. But for religious communities, that's to be applauded, but is not sufficient. As the Islamic scholars wrote to Christian counterparts on the love of God and the love of neighbor, and how these are inextricably linked together for the believer, so the religious leaders, the religious followers in traditions around the world understand that that fundamental linkage of fidelity to the ultimate mystery and love of the other is in fact a common moral imperative for all of us. Today, I believe the religious cooperation invites us both
to engage in concrete, practical action to confront the major challenges that thwart and humiliate the dignity of our human estate. That means concrete work in conflict resolution, concrete work in development, in advancing the human good, but also today our religious heritages provide to us profound metaphors of what the comprehensive state of living together would look like. Humbly, this has been called shared security. We can find even deeper vocabulary that would work in a public place like a library, but it deals fundamentally that your well-being is linked to my well-being, that there is no wall that can be built high enough that can protect us from the other's vulnerability, and that this practical imperative to work together mirrors the more ancient religious moral imperative that calls us to recognize that we are indeed one family. I conclude and want to thank you for indulging me and to express again what a tremendous pleasure it is to be with you. Thank you. Thank you, Dr. William Bentley. And there shall be no follow-on from the two speakers at this stage because, as His Eminence Sheikh Ali Gomaa told me, well, we generally agree with each other on the fundamentals, so let's hear from the audience. And we will take, I regret, because given the time limit we have, we will take three questions, one from here, one from here, and one from here. And so we'll go with this lady here first, and then we'll go to this gentleman in the middle here, and then we'll go to Dr. Kamal Imam in there. So we'll take three questions. You can address them to both speakers or to one of the speakers, and then the speakers will respond. Dr. Kamal Imam over there, he lifted his hand, Dilo. The lady here will go with you first. Fadbari hadrat kalam. Shukra jazeera. دكتورة وصال العزاوي من العراق. السلام عليكم شيخنا الفاضل. سؤال سريع للشيخنا الفاضل الشيخ علي جمعة. أقول هل استطاعت الأمة المسلمة أن ترتقي إلى مستوى الاستقلال في الجواب على أسئلة هذا الزمان؟ وهل استطعتم أن تحقق استقلالية والإرادة في الجواب لأسئلة وجهت وتحديات وجهت للأمة المسلمة بشكل يرتقي إلى السؤال المسؤول كما يقول أستاذنا طه عبد الحليم؟ والسؤال الثاني موجه إلى الضيف الكريم. أقول هناك إشكالية في الخطاب السياسي الغربي، وأنتم كعلماء وكرجال أكاديميين وأصحاب فكر عليكم تحدثت عن البداية الحقيقية. أتفق معك سيدي الكريم في أننا نبحث عن خارطة للطريق الصحيح، ولكن البداية تبدأ من عندكم وليس من عندنا. يجب تنقية الخطاب السياسي الغربي من كثير من الصور والسلبيات. أنا معك في كل شيء، أنا مستعدة للحوار في كل أنواعه، في الثقافة، في العلوم، في التعليم. كذلك أقول لك أنا مستعدة للجوع والعطش والموت، ولكن عليكم أولاً أن تحترموا الدين الإسلامي وأن لا تسيئوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. اسمي يوسف فرداني، باحث. يعني سؤالي موجه للشيخ علي جمعة. أول حاجة، من يتحدث باسم الإسلام؟ يعني لقد تم اختطاف الإسلام سواء من متطرفين أو سواء من معتدلين يسوون فهم الإسلام. ده أول سؤال. السؤال الثاني، الموقف من حقوق الإنسان والتعامل مع الأقليات. في اختلاف جذري بين السنة والشيعة وبعض الدول الإسلامية في التعامل مع الأقليات على نحو بيسيء في صورة العالم الإسلامي أمام الغرب. أرجو من سيادتك توضيح للموضوع ده. شكرا. شكرا. تفضل، الكلمة كانت ليه. تفضل، معلش أضفنا سؤال. معلش. شكرا للمتحدثين الاثنين، حاجة جميلة جدا. ثلاث نقط بس عرف نفسك لو تكرمت. المهندس سعيد عبد الفتاح من مصر. ثلاث نقط الاثنين، يعني
العدل أساس الملك، وده شيء أساسي معروف في كل الأديان. يريد أمريكا والغرب والشرق وكل الناس تمشي عليه. المساواة، المساواة الشاملة ونبذ العنف، والمساواة بعد بمعنى ان ما حدش يقول انا بتكلم عن الله وانا ممثل الله سبحانه وتعالى. لا، الحاجة الثالثة المهمة جدا في اللي هي حوار الأديان، والبشرية كلها فيها عملية التدرج. في القوانين الوضعية في لندن اول ما اخترعت العربيات كان الناس العربية بتمشي، السيارة بتمشي وقصادها واحد يقول وسع وسع لان فيها سيارة ورايا. دلوقتي ما فيش حاجة في العصر الحديث بعد السيارة بتمشي 150 كيلو في الساعة، او حد يقول انا امشي بقوانين القديمة اللي كانت ماشية في لندن. فالتشريعات البشر اللي هي نفس الحكاية، اولاد ادم كان الاخ بيجوز اخته، دلوقتي ما فيش بعد مثلا 10,000 سنة او 20,000 سنة واحد يجوز اخته ويقول انا ماشي تبع شريعة ادم. فالشرائع بتيجي متدرجة. والمسيحية اعترفت باليهودية وهي خطوة جديدة، أقرب دين الإسلام هو دين المسيحية. المسيحية ما اعترفتش بالإسلام ومش مشكلة، وهذا لا يبقى للود قضية يعني. فلازم احنا نتفقوا بس على شوية حاجات صغيرة في الدين، ان الإله واحد زي ما اتفضلتوا الاثنين، وان الخالق واحد، وان ما حدش يتكلم باسم الاله، ويبقى البشر كلهم سواسيه. المرجعيه هي ما توصلش لمرحله ان انا ممثل لله سبحانه وتعالى او كده، لا، ده المرجعيه هو بيكلمنا بالمنطق والحاجات دي كلها وبس. شكرا. شكرا. يعني ده التعليق اكتر منه السؤال. اتفضل دكتور كمال امام. And then I want to ask for an input from some of our western friends because we've had so far we have had four questions from the east. So we'll hear. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ويليام، انا لا انظر الى بدايه قديمه او الى بدايه جديده، ولكن انظر الى بدايه صحيحه. لا اريد بدايه جديده او بدايه قديمه، وانما اريد بدايه صحيحه، ولا اريد ان اشفى من الماضي، لان الماضي ليس مرضا ولكنه مدرسه اريد ان اتعلم منها وان استفيد منها. وسؤالي يتعلق، هل الثقافة السائدة في الغرب على امتداد تاريخه حتى يوم الناس هذا، هل هي ثقافة تستطيع أن توجد تسامحا وتقاربا؟ هل هذه المندود في الكتابات المدرسية التي يتعلم منها الأطفال إلى المرحلة الجامعية، ووسائل الإعلام وصانع القرار السياسي في قراراته المختلفة؟ ولو ضربت مثالا قضية فلسطين، كم عدد القرارات التي أوقفت في مجلس الأمن بالفيتو الأمريكي؟ إذا كانت هذه هي وسائل التقارب، فلا أظن أن التقارب ذلك يكون ممكنا. وشكرا. Okay, from our Western friends here I see Cynthia Schneider, and from let's see, well, you're kind of in between, but okay, we'll take Cynthia Schneider from here and yourself. We have to take two questions and then we'll turn to our speakers. Thank you very much for these very interesting addresses, particularly Sheikh Ali Goma. I was fascinated by your talk, and I'd like to ask you a follow-up question, and I hope you won't take offense, but I'm genuinely confused. You spoke so eloquently about the role of women. And in one of the sessions, we heard recent polling statistics of a poll done in Egypt where, I don't remember the exact numbers, but something like more than 80% of the respondents in Egypt to this poll to a question about are women qualified to be leaders, should women be leaders, really of any sort, government, private sector, 80% said that women should not be leaders. So I'm trying to understand the difference between the views you stated so eloquently and the views stated by people living in Egypt. What, are people listening to you? How do you explain the difference? Thank you.
Last question here. اسمي ناصر عبد العزيز صابر، اتولدت في امريكا ومن اب وام مصريين، تربيت في مصر وعايش في امريكا من 82. احنا عايزين نطلع في اجتماعنا الجميل ده بحاجه مهمه جدا، لان احنا ممكن نفضل نقول الفيتو الامريكي، العلاقه الامريكيه بامريكا مش معانا. احنا عايزين نوصل لحل، والتملي بيقولوا المسلم كيس فاطن، احنا اذكياء ولازم نعرف المجتمع الامريكي عايش ازاي وبيتعامل ازاي، لان احنا لو فضلنا بهذا الاسلوب احنا مش هنوصل لحل. طب ايه اللي وصل لحل؟ ازاي احنا نكون احنا دورنا، احنا بنقول الرئيس اوباما جه السنه اللي فاتت وعمل خطاب للامه الاسلاميه، طب احنا دورنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه عشان احنا نحاول نغير الفكر الامريكي للحل اللي احنا عايزين نوصله؟ دي النقطه اللي احنا عايزين نتمنى اللي احنا نوصل فيها ونفكر فيها، دورنا ايه احنا كعرب ومسلمين مقيمين في امريكا، ودورنا ايه احنا عرب ومسلمين مقيمين خارج امريكا، بحيث اللي احنا نصل للجول اللي احنا عايزينه بدون اي تصادم. شكرا. شكرا. اوكي، وي هاف ليتس سي 1 2 3 4 5 6 كويستشنز. I will summarize them again. The independence of solutions, الإجابة المستقلة إلى تحديات العصر. من يتحدث باسم الإسلام في حالة الأقليات بصفة خاصة. تدرج الشرائع والتعامل مع البشر. هو كان تعليق مش سؤال. ده كان تعليق أكثر منه سؤال. والدكتور كمال إمام، متى ستتغير الأمور أكثر؟ لكن برضو تعليق دكتور كمال في حكاية البداية الصحيحة والبيتو. دكتورة سينتيا شنايدر تسأل، السفيرة تسأل حضرتك بصفة خاصة على دور المرأة ورأي الناس ورأي الناس التانية. والأستاذ صابر مصري أمريكي، ماذا نفعل نحن المسلمين والعرب سواء المقيمين في أمريكا أو خارج أمريكا؟ ف هل فضيلة الشيخ تتفضل؟ طيب، هل تمكنتم من الإجابة على أسئلة العصر؟ أنا أدعي أننا قد أجبنا على أسئلة العصر في أكاديمياتنا وفي بحثنا، وأننا قد بذلنا مجهودا كبيرا في جمع أسئلة العصر وفي معرفة أعمقها الفلسفية الواقعية التطبيقية، وتم بلورت هذا من خلال البارادايم الإسلامي أو النموذج المعرفي الإسلامي، وتم أيضا الإجابة على كل هذه الأسئلة بما يشمل الحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة وما تنتجه من فلسفة الجندر أو من النسبية المطلقة أو من غير ذلك من المشكلات المعاصرة أو من الفلسفات الحديثة أو من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة من ناحية الإسلام. إنما ينبغي علي أن أنبه إلى أن الأفكار والأسئلة والإجابات بتمر ب ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنشاء، والمرحلة الثانية هي مرحلة التبني، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النشر والشيوع. وأما الإنشاء فأنا أدعي أنه قد تم، أما التبني فهو يحتاج إلى زمن طويل. رأينا كل الفلسفات هكذا، فلسفة نيتشه عندما دعت إلى النسبية المطلقة، ومات نيتشه سنة 1900 ولم يتأثر العالم إلا في سنة 1960 عندما انتقلت هذه الفلسفة إلى الجامعات وتأصلت بها المناهج ثم نزلت إلى السلوك في حياة الناس. الإجابة على أسئلة العصر وما العصر الذي نعيش فيه وما ما هو الأصول التي يعني تتعامل مع هذه الأسئلة موجود. السؤال الثاني، ومن يتحدث باسم الإسلام؟ هو الحقيقة الإسلام ليس فيه رجال كهنوت،
الإسلام فيه مؤسسات علمية، يعني ليس من حق أحد في الإسلام أن ينشئ أحكاما شرعية جديدة، والمسلمون يدعون أن هذا أعطى الإسلام مرونة كبيرة بحيث إنه راعى الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأنه أصبح قادرا على أن يعيش مع كل البيئات، مع كل الظروف، مع كل التطور، وأصبح قادرا على أن يتعامل مع كل الصور. الذي يتحدث باسم الإسلام ينبغي أن يكون الجهة التي تخصصت في هذا النوع من أنواع الحديث. هذا يمر بمشكلة الآن، وهي مشكلة الخطاب، حيث إن المرجعية كما ذكرت قد تكون للأزهر مثلا، أو قد تكون للمرجعيات الشيعية في مذهب الشيعة، قد تكون لمنظمة المؤتمر الإسلامي حتى من الناحية الدينية في مجمع الفقه الإسلامي يضم أكثر من 56 دولة. لكن طبيعة الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، الميديا أدخلت أمورا كثيرة بعضها في بعض، وأجندات كثيرة بعضها في بعض، فأصبح هناك قد برز هذا السؤال: من يتحدث باسم الإسلام؟ أما نظريا أو ما ينبغي أن يكون، فالذي يتحدث باسم الإسلام هم علماء الإسلام الذين هم ليسوا رجال كهنوت، وليس في يدهم التشريع، ويحترمون الاجتهاد والرأي والرأي الآخر، ويقبلون من كل أحد أن يفكر تفكيرا حرا عالي الصوت، إلا أنه ينبغي ويجب أن يكون مبنيا على أصول وليس منفلتا كل انفلات. قضية حقوق الإنسان في التعامل مع الأقليات، أيضا هناك ما يسمى بالمقاصد الشرعية، والمقاصد الشرعية تمثل فعلا حقوق الإنسان: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كرامة الإنسان، حفظ ملك الإنسان، وهذه الخمسة هي التي ينظر منها المسلمون لقضية حقوق الإنسان. حقوق الإنسان بالنسبة لأصحاب الديانات كلها يعني تقول إن حقوق الإنسان هي الحقوق المتفق عليها بين البشر، ولكن هناك بعض المساحات التي يدعي بعض البشر وليس كل البشر توجهات معينة تدعي أنها من حقوق الإنسان، فيرفضها كثير من أهل الديانات، والقضايا هذه كثيرة وهي تتسع في وجهات النظر. هل حق من حقوق الإنسان أن يتناول المخدرات؟ هل حق من حقوق الإنسان الانتحار؟ هل يكون حق من حقوق الإنسان الإجهاض؟ هل يكون حق من حقوق الإنسان الشذوذ الجنسي؟ هل يكون حق من حقوق الإنسان مثلا القتل الرحيم؟ هل يكون حق من حقوق الإنسان الاتفاق على القتل؟ وكل هذه لها بوادر ودرجاتها مختلفة، فهناك دول أباحت المخدرات، وهناك دول أباحت الشذوذ الجنسي، وهناك دول أباحت الإجهاض، وهناك دول أباحت القتل الرحيم، وهناك دول، ولكن إلى الآن لم يبح أحد الاتفاق على القتل كما حدث في الحادثة الألمانية المشهورة. هل يجوز أن نتفق أنا وأنت ونوقع هذا في الشهر العقاري أنه أنا هقتلك وهتديني فلوس على الحكاية دي، ولا لا يجوز؟ طب هل يجوز أن أنت تقتلني؟ هل يجوز الاتفاق هذا يعني ويكون من حقوق الإنسان؟ هذه أصبحت، هذا كلام عجيب، ولكن هو بدأ في الأدبيات ينشر، وفي القصص وفي الروايات والأفلام أشياء من هذه الأفكار.
إلى أين يتقف حقوق الإنسان وما هي حقوق الإنسان. نحن كمسلمين نقول أن حقوق الإنسان عندنا مضبوطة بالمقاصد الشرعية الخمسة، ونقول إن أهل الديانات كلهم يحرمون الشذوذ ويحرمون الإجهاض ويحرمون كذا وكذا وكذا، وأن حقوق الإنسان هي المتفق عليها بين البشر. القضية الثانية هي اللبس الذي يحدث ما بين رأي الناس في قضية ما ورأي الدين الإسلامي في ذات القضية. سيادة السفيرة تسأل عن أنها احتارت أين هذا. هذه قضية النظرية والتطبيق. النظرية والتطبيق هي تشاهد هذا المعنى على مستويات مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة ديمقراطية ليبرالية حرة، وليس هناك أي تفريق في تولي المرأة رئاسة الجمهورية، ولكن المرأة لم تتولى إلى الآن رئاسة الجمهورية الأمريكية. لماذا؟ يعني لماذا؟ اللي حاصل؟ وكنا قبل أوباما نقول ولم يتولى أي زنجي أو أسود اللون الولايات المتحدة، لكنه تولى. وليس هناك في النظام الأمريكي ما يمنع المرأة، ومسز كلينتون رشحت نفسها، لكن ليه؟ لماذا؟ لماذا لم ترشح؟ هل لأن الصفات لم تأتي بعد التي نحتاجها في رئيس الجمهورية؟ والمسألة ليست إثبات حالة، المسألة هي أن نحن نريد صفات معينة في رئيس الجمهورية ولم تتوفر بعد. حتى إن بعضهم يقول لماذا أن الأنجلو ساكسون فقط هم الذين تولوا الرئاسة إلى حد أوباما؟ لماذا كلهم بروتستانت؟ هل لأن الولايات المتحدة إلا كينيدي؟ وبعدين واحد بقى يطلع ويقول وكينيدي قتلوه. أعتقد لا، الولايات المتحدة قمة في الليبرالية، الولايات المتحدة قمة الديمقراطية، ولكن يعني هناك أمور ديمغرافية. الساكسون دول الأنجلو ساكسون دول أصل البلد، دول الأغنياء اللي موجودين، دول يعني هنا جيلهم 300-500 سنة. فإذا التركيبة السكانية والثقافة والهوية والضربة والحاجات كتير جدا تؤثر في مثل هذا. لكن الدين الإسلامي واضح جدا في قضية المرأة وأنها تتولى المناصب وأنها تتولى القضاء، ثم يأتي شخص ويقول والله أنا لا أرى أن تتولى القضاء. هذا رأيه هو وليس رأي الإسلام. ولذلك أتذكر أن عبد الرزاق باشا السنهوري وكان قمة في القانون وهو واضع القانون المصري لم يرفض أن تتولى المرأة القضاء، وإنما تكلم عن عدم الموائمة الاجتماعية. دي قضية تانية ليست هي القضية المتعلقة بأصل المسألة، دي قضية متعلقة بموائمة اجتماعية. وبعدين واحد يناقش في هذه الموائمة الاجتماعية، ماذا تعني بالموائمة الاجتماعية ولماذا هي في موائمة اجتماعية؟ وهذه وجهة نظر، لكن أصل المسألة أن الدستور المصري لا يمنع المرأة من تولي الرئاسة، ولا يمنع المرأة من تولي القضاء، ولا يمنع المرأة من المشاركة السياسية، ولا يمنع المرأة من التعليم، ويعتبرها أنها والرجل وجهان لعملة واحدة. هذا هو الدستور، وهذه هي الشريعة الإسلامية، وهذا هو الدين الإسلامي. بعد كده بقى
لا يصبح هناك، هذا واقع بقى بعد كده، مثل حكاية انه لما لم تتولى المرأة في امريكا الى الان الولاية العظمى. ومن قليل قبل التعيينات الأخيرة لمجلس الأعلى للقضاء الأمريكي، المحكمة العليا ما كانش فيها امرأة، لسه داخلة من عدة سنوات، 20 سنة مثلا ولا حاجة، وهكذا. فإذا الأمور هناك فرق ما بين المبدأ الذي في الدين وما بين رأي الناس أو المواءمة الاجتماعية أو التاريخية أو الديموغرافية والتركيبة السكانية. السؤال هنا ما البرنامج؟ كلمة واحدة ولا أطيل، كن أسوة حسنة بس وخلاص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شكرا لك. شكرا فضيلة الشيخ علي جمعة. بيل فينلي. Well, first of all, thank you for the questions, and Sheikh Ali Goma for your own reflections. The first I heard was a question. I heard more than a question. I heard a bit of a cry for new political beginnings, and particularly in the West. I had framed in my comments that states have been thinking in terms of national security, and that, yes, there has been some thought progress towards moving towards a respect for each of us wherever we live in human security, but that we need to try to push deeper to a notion of shared security. And I think this is simply true. I think that in the I'm not here to, I am an American, I don't really represent the United States, I'm representing multi-religious cooperation around the world. But I, in my own country, I think it's quite true that there was a profound reaction, and that that caused a tremendous emphasis on security. That, I think, ultimately does not take us where we have to go. States have the duty to try to protect their citizens. That's correct and normal. But finally, we won't go to where we have to go unless we begin to forge not only an understanding, but concrete relations, mechanisms, procedures that recognize we're all linked together. The danger is to go the other way, and we get negative cycles in which the fear and anxiety, the defensiveness of one group stimulates fear, anxiety, and defensiveness of other groups. That's a dangerous, dangerous cycle for us to embark on. We've got to reverse it. When I heard the president make his speech, I don't think he was speaking just to us in this room or to those in America or to people here in the Middle East. I think he's talking about the human condition, and I think it's wisdom that he had a platform he could mention, but I think it's wisdom that many people around the world recognize is simply right. We're in this together. We've got to do this together. The second question I heard was, can Western culture accept Islam? It's a very wonderful question. Here I would like to, first of all, acknowledge that when people don't have experience of each other, they may not share the same feelings, they can easily misunderstand each other. So we've got a long way to go to help each other, to know one another, to experience together, to feel together, to understand together. Nevertheless, what is brilliant and interesting for me to observe is that Islam from all around the world, every country where there is Islam, those representatives of Islam are now living in America. They're organizing themselves. They're organizing themselves as national forums and bodies.
They're mainstreaming themselves into the society. They're assuming political leadership. Their actual standard of living is higher than the average American standard of living. They are successes. We expect they will contribute to what it means to be in a pluralistic society like America. We also expect, because Islam is not exhausted by any one culture. It's not exhausted by Indonesian culture, by Egyptian culture, with all respect, by any culture. So we expect that Islam will reinvent, or re-express is a better term, express itself in that new milieu, and that that will enrich Islam all around the world, and that you'll have the echo back, the bounce back, and you'll say, yes, those are Muslims, but those are American Muslims, and we'll all be the better for it. There was a question on Palestine, and that question, first of all, let me share that there is a consensus among the religious communities from all around the world that I am privileged to work with. Two peoples with legitimate political rights and religious rights. Two peoples, three religions, with legitimate political rights and religious rights. There won't be a just peace unless those two peoples and those three religions are honored for exactly who they are. There is a profound consensus. This is necessary. The Oslo Accords, which didn't succeed, left religion out. Could it be possible that we could leave religion out of a true, durable, just, and sustainable peace in the Holy Land? I don't think so. Today, we have to both advocate with all our hearts and our souls, and this is essential for Americans of all persuasions, their political leadership for a just peace, but we as religious people have to be at the table. What about the holy sites? Sites precious to Jews, precious to Christians, and precious to Muslims. What about us as religious people? Where are we going to enter in terms of the codes of respect, of the protection of holy sites, of a commitment that this is a heritage that is precious to all of us? So we are at a point where, yes, the political challenge is deep, it's acute, it's late, it demands all of our attention. And yes, we're at the point where we have to harness our great religions. We as Muslims, Christians, Jews, and others need to sit in a circle around the religious believers in the Holy Land and support them and protect them in terms of their own authentic rights as religious people. Thank you. I may add that here in this library, thanks to you, Dr. Sarah Geldin, we began the seeds of a regional multi-religious framework. But now in Palestine, there's an interreligious council. In Israel, there's a council of the religious institutions of the Holy Land. So we all have to work on this. Religion is going to be one of the keys. The third question was solutions. We need solutions. And here, I think we have to recognize that the solutions aren't out there. The solutions are with us. We've got to cooperate. Cooperation is powerful. Action works. Different religions, common action, is a very simple, effective slogan. It means profound respect, but we lock arms and we work together. What we have to do as common action is protect each other. When Muslims are injured, when Muslims have their holy books or the Holy Prophet disrespected, should it be simply Muslims who have to stand up and say, don't do this? I don't think so. I think that's the opportunity for Christians to stand up and say, don't do that to our own brothers and sisters of faith. When Christians are vulnerable, when they're suffering, is it just the Christian's job to cry out and say, help me? No. It's the chance for Muslims
to stand up and say, no, not only are they human beings, they're believers. It's my job as a Muslim to stand in solidarity with them. Everywhere, all of us are somewhere a minority. Everywhere, all of us are somewhere else a majority. Let's use that as the goal, as the challenge to build a single standard for ourselves, so that we're consistent wherever we are. That's what I think we all really want. Finally, the comment about women, it was a very wonderful exchange. I'm so appreciative of it. And my comment is only a practical one, a simple one and a practical one. As I've been privileged to go around the world in country after country after country and work with religious community after religious community, it's obvious that the women of religious communities have organized themselves. They're present where the mosque is. They're present as women's associations. They're providing leadership of incalculable value. When you're in situations of conflict, they're the first responders. They hold the societies together. They do what the institutions can't do at that time. When the war is over, they're healers. So what we have begun to do is to begin to recognize that women of faith, honoring their own faith, need to build networks, multi-religious networks, and that these can be mainstreamed into the interreligious councils that are emerging all across the world. And we find this has been wonderfully successful, that women who represent Islamic organizations collaborate with women who represent Christian or other organizations, and they too are united in common action. And in the interreligious space, they have every right to be at the front table. They're half of the religious communities. They're engaged in the action of building peace and helping to support the common good. And this has been one of the tremendously delightful experiences for men and women, senior religious leaders and grassroots women of faith leaders. So this is something that just simply acknowledges the value of this discourse and at the same time suggests that the interreligious arena is one of the privileged spaces where women, sincere women of faith and men of faith, youth, are collaborating for common purposes. Thank you. Thank you, Bill. Thank you, Bill. Ladies and gentlemen, just have a small announcement. If immediately after this session we have a very brief coffee break outside, 15 minutes, then we come for the closure. And during those 15 minutes, if they'll be kind enough, Maha Abdel Fattah, Huda Zarqana, Hiba Rafi, Shadi Arafa, and Muhammad Alam, please and meet me here during the 15 minutes. Now, ladies and gentlemen, there is no end to this kind of discussion, but I think we have been enlightened by the wisdom of His Eminence Sheikh Ali Gum'a, by the passion and compassion of my friend Bill Vendley. Together, they really brought home the importance of values to everything we do, and I ask you to join me in thanking them. Thank you.